ودعنا اليوم مسلسل هاوس اوف ذا دراجون بموسمه الاول، وراح يرجع لنا ان الله اعطانا في العمر بقيه سنه 2024 وبعشر حلقات اضافيه. ايام جميله للامانه قضيناها مع هذا المسلسل، سواء في التحليل او المراجعات او حتى في المضاربات في وجهات النظر والاختلافات. وما راح اقول انه الحلقه الاخيره هي الاعظم، ولكنها اعطتنا تصبيره وداعيه جيده الى حد كبير. وان كان عندي عتب على نقاط معينة في حلقة اليوم، تظل محاسن الحلقة وإيجابياتها أكثر من مساوئها. ولأن فيديو اليوم راح يكون الفيديو الأخير في مراجعة الموسم الأول، راح أخذ راحتي فيه وراح يكون طويل غالبا الفيديو، وممكن يكون مرة طويل، وجزء كبير من الفيديو راح يكون سرد للأحداث، وبرضو راح يكون فيه تعقيب وتحليل لبعض الأحداث وأهم الأحداث. فقبل ما نبدأ يا جماعة، ما يحتاج أذكركم إيش تعملوا في بداية كل فيديو، ضبطوا المضبيط يا جماعة، وخلونا نحاول نوصل الفيديو هذا لأكبر عدد من اللايكات قدر الإمكان. مش لأننا نبغى نفجر اليوتيوب لايكات، بس برضو لأنه اللايك أصلا قبل ما يكون مجرد حاجة أطلبها هو دعم مرة ممتاز للقناة. غير كذا يلا بينا نخش على الحلقة. تبدأ الحلقة بحوار ما بين لوسيريس الوريث المقترح والحالي للدريفت مارك، وفي هذا المشهد يا جماعة يكرر لوسيريس عدم رغبته تماما في وراثة الدريفت مارك، بحجة انه الدريفت مارك تتطلب بحار مخضرم وعنده روح المغامرة والإبحار، ووضح انه ما هو مناسب ابدا لهذا المنصب كونه يفتقر لأبسط المواصفات، وهي انه يصاب بدوار البحر بمجرد ما يحط رجله على السفينة. عذر مضحك ومنطقي للأمانة في نفس الوقت، ولكنه يوضح لنا كمية خوف وجهل لوسيريس من هذا المنصب اللي يعتقد انه اكبر منه وغير جدير فيه. ولكن وضحت له رينيرا انه حتى هي بالرغم من انها ما اختارت تكون الوريثة الشرعية للعرش الحديدي، الا انها مع الوقت بدأت تتفهم واجباتها تجاه المملكة، وبدأت تؤمن بانها جديرة في هذا العرش بشكل تدريجي برضو. فيما معناه رينيرا جالسة تقول له يعني حتى انت يا لوسيريس، اي نعم ما اخترت انك تكون وريث للدريفت مارك، ولكن مع الوقت ومع العلم راح تتفهم أدائك لواجبك، وراح يجي اليوم اللي تكون فيه مستعد لهذا المنصب ولهذا الواجب بالتحديد. حوار جميل ولطيف، شفنا فيه الخوف داخل عيون لوسيريس، وشفنا برضو فيه الحب والألفة في عيون رينيرا أمه. انتهى الحوار وبدأ مشهد جديد. وصلت الأميرة رينيس على ظهر تنينها هاربة من الكينجز لاندينج زي ما شفنا في الحلقة الماضية، بعد تتويج أيغون الثاني من اسمه ملكا للممالك السبع ووريث للعرش الحديدي. وبالرغم من انه وصولها سبب رعب ورهبة وخوف في قلب الصغير لوسيريس، لانه كان يعتقد انها جاءت تزفل خبر وفاة اللورد كورلس، واللي معناته انه راح يتم تنصيب لوسيريس وريث للدريفت مارك. وبالرغم من انه رينيرا شافت الخوف والقلق في عيون ابنها، إلا إنها رتبت على كتفه في محاولة منها لطمأنينته ونزع الخوف من قلبه المرعوب. وصلت رينيس الأميرة الرائعة صاحبة الابتسامة الدائمة في حلقة اليوم، وللأسف كان عندها خبر آخر وغير متوقع تماما لرينيرا والديمون. وبمجرد دخولها ما قالت أي كلمة، فجأة قالت فيسيريس إز ديد، الملك فيسيريس مات. ويا لها من صدمة اعتلت وجه رينيرا ووجه الأمير ديمون. يا ساتر، نظرات دهشة وخوف وحزن مضطربة ما بين مشاعر كثيرة. ما جاف بالهم أبدا إنه الملك فيسيريس مات تماما. قبل كم يوم كانوا متعشين مع بعض ومبسوطين وأمورهم في السليم، بل إنهم كانوا متوقعين وبنسبة جدا كبيرة إنه رينيس جاية علشان تقول لهم إنه اللورد كورلس مات أو جاية تطمنهم عليه. وقبل ما يظهر أي ردة فعل على ألسنتهم، زفت لهم رينيس الخبر الثاني، أيغون الفاسي أصبح الملك بعد وفاة فيسيريس. وهاتك يا صدمة ثانية حركت أم الجنين اللي في بطن رينيرا. كيف مات؟
متى مات؟ وليش أيقون الفاسي صار الملك؟ وليش أنت يا رينيس باقي عايشة للحين؟ أسئلة كثيرة انطرحت وبعضها ما طرحوها، ولكننا شفناها في عيونهم وملامحهم. رينيس توضح، قالت أوكي يا جماعة، فيما معناه أنا كان بإمكاني حرق الخضر عن بكرة أبيهم، ولكنها ردت وقالت برضو إنه هذه الحرب ما هي حربي علشان أبدأها أو أخوضها. وهروبها من هناك وإيصال الخبر لرينيرا كان من باب الولاء والإخلاص لزوجها وعائلتها. وذا الحين كيف الطريقة؟ ديمون كان يعتقد انهم قتلوا فيسيرس، وان وفاة فيسيرس ابدا ما هي طبيعية، ولكن هذا التوقع الحين ما راح يهش ولا ينش في هذه الحالة. ويا دوبك بدأت رينيرا وديمون يستوعبون الخبرين التعيسة هذه اللي زفتها الاميرة رينيس، الا وتزف لهم رينيس الخبر الثالث والقشة اللي على قولتهم كسرت ظهر البعير. الخضر قادمون للنيل منك ومن ابنائك يا رينيرا. اوف اوف أوف يا كمية الأخبار المعفنة اللي جات دفعة واحدة على وجه رينيرا. رينيرا يا جماعة يبدو أنه من شدة غضبها وكمية الأخبار السيئة اللي وصلتها قررت أنه آن الأوان أني أولد وأخرج الطفل اللي داخلي. أوكي ما هو وقته، أوكي راح تكون ولادة مبكرة، أوكي يمكن ينولد الولد ميت، ولكن الآن ما هو وقت وجع وصراخ وحلطمة في حرب قادمة وحكاية أني أكون حامل في ظل ظروف صعبة زي كذا. فكرة ما هي جيدة على الإطلاق. وفي نفس الوقت اجتمعت مع لوسيرس وجيسيرس وهي جالسة تولد أو تحاول تولد في عز ألمها ووجعها، وسردت لأبنائها الاثنين كل الأخبار التعيسة اللي وصلتها بواسطة الأميرة رينيس. جدكم في سيرس مات، إيجون الفاسي سرق العرش وصار هو الملك. بوم بوم بوم، العيال قرروا على طول إنهم يروحوا ويجلسوا مع ديمون ويخططوا للحرب. حرب ليتس جو، بسم الله الحرب اشتعلت. ديمون واقف عند الطاولة ومجمع المستشارين والحرس من حوالين، مين في صفنا ومين اللي ضدنا، مين نخاطب ومين نقتل، مين ومين ومين ومين. قرارات كثيرة قرر ديمون انه يتخذها فجأة وبدون موافقة رينيرا وعلى صوت صرخات رينيرا، ولكن رينيرا رفضت هذا الشيء تماما. لا تتخذوا اي قرار من دون موافقتي الين اخلص ام الولادة اللي انا فيها. صرخات رينيرا في الخلفية للامانة كانت مؤلمة جدا، وتوضح لنا كمية الالم والفوضى المجتمعين في دراغونستون. وفي نفس الوقت للامانة عجبني مشهد جدا 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 رهيب أثناء ولادة رينيرا. رينيرا تصرخ، تنينها يصرخ. رينيرا تتألم، تنينها يتألم، والكاميرا تتنقل ما بينهم بشكل جدا رهيب. وهذا إن كان بيوضح لنا شيء فهو يوضح لنا العلاقة الوطيدة اللي تجمع سادة التنانين بتنانينهم. التنانين تشعر بألم أصحابها وتحس بخوفهم وكمان طمأنينتهم. قرر ديمون يا جماعة انه يعطي جيسيرس درس في الولاء. انا ما نعرف كيف ممكن نصف هذا الولاء، وان كان في وصف دقيق له فهو الولاء الجبري، الولاء بالقوة. وكيف انه آلة التنين يتعاملون بقوة التنانين واللي هي ورقتهم الرابحة في هذا العالم القاسي. جاب اثنين من الحراس وقال لهم انتم موالين لرينيرا صحيح، ولابنها جيسيرس اللي هو الوريث من بعدها صحيح، هذا الوقت المناسب انكم تعيدوا وتجددوا ولاءكم قسمكم لرينيرا، وإلا فنيران تنيني اللي طلع من وراء الجبل راح تحرقكم. كان بإمكانهم الكذب أو قول الحقيقة في هذيك اللحظة، بس برضو ديمون إيش قال لهم؟ لو معارضين قولوا لي ما في مشكلة، راح أمنحكم موتة سريعة وشريفة رحمة مني. الله يجزاه خير صراحة. ولو ما زلتم موالين لرينيرا وعهدكم اللي قطعتوه للملك فيسيرس، حياكم الله في ظلنا وتحت قيادتنا. ولكن لو قررتوا إنكم تنافقوا أمام الآن وتخونونا بعدين، راح أصيدكم، راح تكون موتتكم جدا مؤلمة وبطيئة، أو تندموا على أم اليوم اللي خنتونا فيه. اتخذوا قراركم الآن. درس في الولاء الجبري مثل ما قلنا قدمه ديمون لجيسيرس وريث العرش الحديدي من بعد أم رينيرا. وهنا يا جماعة تكمن قوة التنانين. إحنا نحكم بقوة التنانين وليس قوة السيف فقط. التارجاريان مجرد بشر في النهاية، ولكن ورقتهم الرابحة هي التنانين ولهيبها وألسنة اللهب والنيران
اللي تخرج من أفواهها. كلام جوة كلام وتحية كبيرة للأميرة المخيف ديمون. وانتهى المشهد بخروج ابن رينيرا من بطنها. وفي نفس الوقت خروج الجنين من بطن رينيرا كان انتهاء لأحد أهم المشاكل اللي كانت ممكن تعطل سير الأمور من وجهة نظر رينيرا. أنا ما أدري، ولكن سمعت ناس في تويتر يقولون إنه ديمون في الرواية جدا قاسي وكريه وما يحب أحد ولا هم إلا نفسه، ولكن للأمانة شكله بعد موت ابنه الجنين كان يوضح أشياء كثيرة والعكس تماما. الألم اللي في عيون ديمون، الحزن كان في مشيته ووقفته، كل الأشياء هذه كانت كافية إنها تثبت للعالم إنه ديمون مهتم بعائلته وأبنائه، شاء من شاء وأبى من أبى. قطع العزاء إريك أو إريك، ماني قادر صراحة أفرق بينهم، في النهاية هم توأم، وجاب معاه تاج الملك في سيرس وتعهد بالولاء أمام الأميرة أو الملكة رينيرا. ويا لها من لحظة مؤثرة يا جماعة. ما أتكلم عن لحظة وصول هذا الإنسان، أتكلم عن اللحظة اللي مسك فيها ديمون تاج أخوها الميت في سيرس، ويرجع يثبت لنا هذا المشهد من جديد مدى حب ديمون لأخوه في سيرس بالرغم من كل الفوضى اللي صارت بينهم في الماضي. يا الله يا الله يا جماعة، كيف العيون لحالها تقدر توصل مشاعر كبيرة من دون كلام؟ قولوا عني اللي تقولوا يا جماعة، ولكن أنا متأكد إنه ديمون عنده جانب طيب ومساحة كبيرة للحب داخله، وإن كان الجانب القاسي والعبيط والمتمرد دائما يظهر لنا بشكل متكرر. أنا متعجب بس من رينيس. طول الحلقة بعد ما زفت خبر موت في سيرس وهي مبتسمة، أعلنوا إنه رينيرا ملكة ووريثة للعرش الحديدي والكل ركع، ورينيس واقفة في أخير مبتسمة. وفي اعتقادي أنا إنه عدم ركوعها في هذيك اللحظة ما هو رفض لحكم رينيرا بقدر ما إنه ابتسامتها كانت ركوع بحد ذاتها وفرحة كبيرة للملكة رينيرا، وكأنه كذا انتصار لها ولكل نساء ويستروس أخيرا وبعد عقود من الزمان. رينيس الملكة التي لم تكن أو الملكة التي لم تتوج، سمها ما شئت، لما شافت رينيرا تلبس التاج ويركع لها الحضور معترفين فيها ملك، ابتسمت وظلت مبتسمة إلى نهاية الحلقة تقريبا فرحا بهذا الانتصار الكبير. وبشكل عام يا جماعة وللأمانة، مشهد تتويج رينيرا ملكة وركوع كل الحاضرين لها كان مشهد جميل جدا، والموسيقى التصويرية خدمت المشهد، والسينماتوغرافي كمان زادت الجمال مشهدا جمالا، زادت المشهد جمالا. اجتمعت رينيرا أخيرا بعد تتويجها ملكة، وبدأ المستشارين يوضحون لها مين في صفنا ومين ضدنا، مين نخاطب ومين ما نخاطب، وهنا بدأت واتضحت بعض ملامح ورغبات الملكة رينيرا الطيبة والتي تسعى للسلام. واضح يا جماعة من البداية إنه رينيرا حاطة الحرب آخر الحلول وآخر المحطات، ويبدو والله أعلم إنها متأثرة بأفكار أبوها الملك في سيرس اللي كان برضو دائما ما يسعى للسلام. وشفنا في هذاك المشهد تقريبا قبل نهاية الحلقة لما ديمون خنقها، قد يكون خنقها لأنه مقهور إنه في سيرس ما حكاله عن حلم أيجون الغازي، وحس فعلا إنه في سيرس كان يعتبره أخ غير كفئ وما كان يثق فيه، أو قد يكون مقهور بسبب غباء وبلاهة رينيرا وسعيها التافه ورا السلام. العالم اغتصبوا العرش منك وخانوا الميثاق وعينوا ملك بدالك، وإنت تقولي لعلنا نلقى طريقة لحل المشكلة من دون الحرب. الخضر أعلنوا الحرب وخلصوا من زمان، إيش منتظر أنت؟ المهم بنرجع للسالفة هذه بعد شوية، خلونا نكمل مشهد الطاولة. وضح ديمون يا جماعة إن عندهم عدد بسيط جدا من الفرسان والمقاتلين، ولكن في نفس الوقت وضح لهم إن عندهم قوة التنانين. هو واحد من المستشارين قال الكلام ذا، وديمون رجع وكرر الكلام. عندهم حوالي 14 تنين يقدرون يحرقون كينجز لاندينج والخضر عن بكرة أبيهم، غير إنه عندهم 3 بيوض تنانين باقي ما فقصت، بل انه وضح لرينيرا انه في تنانين ما لها راكبين ويقدرون يضموها لصفهم لو حبوا. وفي نفس الوقت جاء المشهد على الاميرة رينا اللي كان المفروض انها تاخذ التنين فيجار بعد موت امها. اتوقع انها اشارة لهم انه عندنا ناس ما عندهم تنانين وعندهم القدرة انهم يروضوا التنانين. خلاصة كلام ديمون انه عندنا قوة هائلة ومرعبة في الجو تغنينا عن اي قوات على الارض، بل انه في ذيك اللحظة حط خطة واضحة وصل صريحة،
تعال يا عمي الآن نشيل أنفسنا ونروح على هارن هال. هارن هال اللي فيها القلعة الكبيرة اللي اجتمع فيها الملك جهيرس في الحلقة الأولى وعين فيها الملك فيسيرس. دايمون قال نروح إلى هناك بأنفسنا ونحاصر كينجز لاندينج بالتنانين. بوم، وبكذا انتهت الحرب وسيطرنا على الخضر عيال الكلب في أقل من شهر. كلام جوة كلام يا دايمون، ولكن مين يسمع؟ وصل أوتو هايتاور يا جماعة ومن معه إلى دراغون ستون. يا لجرأتك يا أوتو هايتاور. يا جماعة أنا جاي هنا بالنيابة عن الملكة أليسنت والملك أيجون الثاني الفاسي، عفوا لازم أقول عنه الفاسي أكثر من مرة في الحلقة عشان أرتاح. وإثباتا للقوة وإثباتا للهيمنة والسلطة، رينيرا ما جات على رجولها للقاء أوتو هايتاور، جاءت على ظهر تنينها. وين وقفت تنينها؟ ما وقفته فوق، ما وقفته وراء، لا وقفته وراء أوتو هايتاور واللي معاه، وكأنها تقول لهم يعني برسالة غير مباشرة، دايمون ومن معاه أمامك والتنين تبعي وراءك، أي حركة يمين شمال راح تكون فكرة سيئة ونهاية وخيمة لكم. مشهد رهيب ورسالة جدا قوية من رينيرا. خلونا نتجاوز إنه رينيرا لسه دوبها والدة ورحمها باقي ما طابت جروحه وحالتها حالة، خلونا نتجاوز إنهم ما جابوا مشهد كيف نزلت من على ظهر التنين وهي تعبانة وحالتها حالة، كلها سلبيات للأمانة بس أمر الله، المخرج والكاتب عاوزين كده. بس لحظة 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 لحظة، أوتو هايتاور يا جماعة ما جاء يعلن الحرب ولا جاء يدور مشاكل، بس ليش؟ غريبة، ما هي حركاته ما هي أفكار أوتو هايتاور. أوتو هايتاور كان ناوي يقتلهم كلهم ببساطة لأنه انصاع لأوامر بنته أليسنت. الله يا الدنيا، آه يا دنيا يا دوارة، أوتو هايتاور يسمع كلام بنته أليسنت؟ هذه يبغى لها حفلة. عموما يقول يا جماعة احنا جايين نتفاوض، ما لنا أي نية في الحرب مرة. اسمعي رينيرا، اعترفي بالملك أيجون ملك الممالك السبع والعرش الحديدي، وبالمقابل راح نظبطك، لا تشيلي هم يا أميرة. اي احترم نفسك، أنا ملكة، أنا ما عدتش أميرة. أوتو هايتاور طنشها، أكيد بيطنشها لأنه ما يعترف فيها ملكة. قال لها اسمع 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 يا أميرة، دراغون ستون راح تكون لك ولأبنائك من بعدك، ولكن لو ركعتي للملك أيجون وكمان لوسيرس راح يتم الاعتراف فيه كوريث للدريفت مارك، قلت لك حنظبطك، ولكن لو ركعتي للأمير أو الملك أيجون عيالك من الأمير دايمون راح يأخذون حقهم برضه، راح نعطيهم مكانتهم ومناصبهم المناسبة والراقية في البلاط الملكي، ولكن إيش لو ركعتي للملك أيجون؟ ومش بس كده، أي لورد وأي شخص وقف في صفك الآن واللي إحنا نعتبره خائن للملك أيجون راح نعفو ونصفح عنه ونتجاوز عن سيئاته، ولكن برضو لو إيش لو ركعتي للملك أيجون. للأمانة شجاعة وجرأة وقوة نفس جاء فيها أوتو هايتاور، معليش والله يا جماعة معليش، بالرغم من إنه كان ممكن يموت في أي لحظة في هذاك المكان، إلا إنه أوتو هايتاور كان واقف بكل جرأة وشجاعة ووصل الرسالة بكامل حذافيرها، ولا جات على وجهه أي ملامح خوف ولا رعب. كمل الكلام وقال واسمعيني يا رينيرا، وبالرغم من إنك رميتي إشارة مساعد الملك ورميتيها راحت البحر مدري وين رميتيها ما راح ترجع، أنا عندي لك رسالة أخيرة. وأعطاها ورقة كانت من كتاب تقرأه هي وأليسنت لما كانوا صغار. الورقة هذه بالتحديد يا جماعة في الحلقة الأولى شقتها رينيرا من الكتاب لما كانت تقرأ هي وأليسنت، واحتفاظ أليسنت بالورقة المشقوقة هذه طول هذيك السنين يوضح لنا انه أليسنت بالرغم من كل المشاكل وقلة الحياة والفوضى اللي صارت يبدو انها ما زالت تحب رينيرا وعندها امل انهم يرجعون مثل زمان، عشم ابليس في الجنة. أليسنت برضه تسعى للسلام وما تبغى مشاكل. بس لحظة يا جماعة لحظة، انا اسف اني بقول الكلام هذا، هنا اتضحت لنا عقلية وتفاهة رينيرا وأليسنت برضو، عارفين كذا أوتو هايتاور معطيها على جوها وديمون برضو صبر وعطاها على جوها في النهاية، وأعتقد إنه هذا سبب برضو يخلينا نقول الله لا يلومهم في عالم هاوس أوف ذا دراجون يوم يرفضون إنه النساء يكونوا ملكات أو أصحاب قرارات كبيرة. ما هو إنقاصا في شأن النساء، أنا أتكلم عن عالم هاوس أوف ذا دراجون. دايمون يا جماعة كان وده يقطع رأس أوتو هايتاور في هذيك اللحظة لأنه عارف إنه العالم ما يمشي بالطريقة هذه وإنه الحرب قادمة لا محالة، حتى وإن حصل السلام ففتيل الحرب بيكون على طرف ولاعة، في أي لحظة ممكن احد يولع الولاعة دي وتنفجر القنبلة تبع الحرب. انا ما اعرف وش اللي صاير في الرواية وايش اللي اشعل فتيل الحرب بالضبط، بس لو دايمون
قتل أوتو هايتاور وأشعل فتيل الحرب من ذاك المكان، والله لكان أفضل بمية مرة من المسخرة اللي صارت في نهاية الحلقة واللي راح نتكلم فيها بعد شوي، أصبروا بس. ويب وافقت رينيرا وقالت أوكي أنا راح أدرس الموضوع وبرد عليكم بعدين. طبعا تأثرت وجلست تبكي لما شافت قصاصة الورقة هذه، لأنها قلبت لها ذكريات ورجعتها لأيامها الجميلة مع الأميرة أليسن. عموما رينيرا إيش قالت؟ قالت أي دايمون أهجد بدون مشاكل، اوكي اوتو هايتاور برد لكم بعدين. كيف عرفت اني بنت الملك فيسيريس؟ اهو تفضل، يعني تفضل استاذ دايمون وياي انت تفضل. الان دايمون يا جماعة مثل ما قلنا شايف الصورة الكبيرة، شايف انه اللي صار يعتبر خيانة واضحة ومعلنة، وان حصل واتفقت رينيرا واليسنت ولقيوا طريق للسلام راح تظل عبارة ما بني على باطل فهو باطل. الملك اللي يصير ملك بناء على خيانة واغتصاب للعرش مستحيل ما تتبع خيانته واغتصابه للعرش حرب، سواء اليوم بكرة ولا بعد 100 سنة. دايمون يقول لها يا بنت الحلال الجماعة اعلى أعلنوا الحرب رسميا، حركتهم ذي أعلنوا الحرب ومطالبتهم بالخضوع والسلام المزيف ما هي إلا تصبير، بمجرد ما يلقون طريقة يمحونك أنت وعيالك ترى ما راح يقصرون يا رينيرا، ما راح يقولون لا نهائيا. أنا شفت ناس كثير في تويتر زعلانين ليش الديمون خنق رينيرا وما نعرف إيش، أنا إيش بخنقت نفسي، بس الله لا يلومه يا جماعة، والله الله لا يلومه. وأعتقد والله أعلم إنه هذا سبب الصراع البارد اللي كان بين ديمون وأخوه فيسيريس. فيسيريس أبعد ديمون عن كل منصب أو أي منصب قد يؤدي بالممالك السبع إلى حرب، لأن فيسيريس إيش يسعى للسلام دائما. والآن تجي رينيرا بنفس نهج وتفكير أبوها كمان وتبغى تسعى للسلام بالرغم من كل قلة الحياة اللي صايرة. لا لا يا حبيبي ديمون بغى ينجلط، أقول لك الناس اغتصبوا عرشك، أقول لك الناس لو جاتهم فرصة يقتلوك أنت وعيالك بيقتلوك، وأنت تجي تقولي لي حلم أيجون وأغنية الجليد والنار وتوحيد الصفوف للعدو خلف الجدار، إيش قاعد تقولي انت يا بنت؟ وبغض النظر يا جماعة هو خنقها لانه زعلان من اخوه ولا زعلان من خضوعها لأوتو هايتاور، دايمون شايف الصورة الكبيرة وعارف انه السلام ابدا ما هو حل، بالذات بعد ما الخضر سرقوا العرش الحديدي ونكثوا عهدهم ورفضوا رينيرا كملكة بشكل علني وقدامها، قالت لهم انا الملكة، قال لا اسمع يا بنت بلا كلام فاضي، الملك ايجون يقول لك كذا كذا كذا. يا بويا انا اسف لك يا دايمون والله، بس رينيرا تحتاج اكثر من مجرد خنقه علشان تستوعب، رينيرا تحتاج اكثر من خنقه علشان تشوف الصوره الكبيره اللي انت شايفها. وللاسف جاتها الرصاصه اللي فلقت مخها نصين في نهاية الحلقة. وبطبيعة الحال يعني بعد الحوار ذاك وبعد الخنقة دايمون سحب عليها وراح كمل شغله، راح يروض تنين الملك جيهيرس وكأنه عارف انه اوكي رينيرا سوي اللي يعجبك مصير الحرب تيجي وافقتي ولا ما وافقتي. انا ما عارف صراحة ايش اسم التنين هذاك، كان بامكاني ابحث بس بخلي المعلومة تجيني من نفسه احسن، بس واضح انه ذاك التنين مرة معضل ويخوف، اللي كان دايمون قاعد يغني له تهويدة علشان يهديه او يعرف انه مو عدو. ما عارف صراحة ايش الطقوس اللي كان يسويها دايمون مع هذاك التنين، بس واضح انه زي ما قال يبغى يضم اكبر عدد من التنانين اللي ما لها اصحاب الى صفهم. اللي بقوله لكم انه دايمون سحب على رينيرا وراح وكمل شغله وماشي على مخططاته بتجاوز وتجاهلها تماما. رجع أفعى البحر واتضح لنا إنه بخير وصحة وعافية، وعلى عكس ما توقع معظم أبطال المسلسل إلا إنه اللورد كورليس ما زال حيا يرزق ولكنه يعرج وتعبان، يعني بس إنه بخير يعني ما هو قريب من الموت. ولورد كورليس زي ما شفنا يا جماعة تفهم تماما موقف ديمون من قتل فيموند أخوه، بل إنه لما سمع الخبر من زوجته رينيس أعطاها وضعية أوف فيموند الولد استعجل على وراثة العرش وأنا لسه باقي عايش، وقال الكلام المحرم قدام الملك فيسيريس وغلط على رينيرا وأبنائها، كأنه لورد كورليس يقول فلترقد روحك بسلام يا أخويا بس والله إنك غلطان أدافع عنك أقول إيه. عموما يا جماعة اللورد كورليس قال كلام مهم 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 جدا، قال للأميرة رينيس أنا تعبت من الترحال، تعبت من محاولاتي البائسة للوصول للعرش الحديدي، من اليوم ورايح يا رينيس ما راح ندعم أحد ولا نوالي أحد، خلينا نروح ونعيش حياتنا
قلعتنا في الدريفت مارك وفي قلعتنا الجميلة الهاي تايد، وطز في ايجون الفاسي وطز في رينيرا وطز في الشعب كله، حريقة تحرقهم الاثنين. ولكن رينيس ردت عليه وقالت لا 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 معليش يا حبيبي، معليش يا لورد كورلس، رينيرا هي الوحيدة اللي حاليا ماسكة زمام الأمور ومحافظة على السلام، كل اللي حوالينها جالسين يسعون للحرب حاليا ومستعدين الآن يبدأوا الحرب. وكرر النسوان في عالم هاوس أوف ذا دراجون مال أمهم في السياسة، رينيس جالسة تعزز لخطة السلام اللي قدمتها رينيرا، مبسوطة فيها ومبتسمة من أول الحلقة. ويبدو أن لورد كورلس غير كلامه أو غير رأيه وأعجب بخطة السلام إن وجدت اللي طرحتها رينيرا. في النهاية يا جماعة الحرب ما راح تصب في صالح اللورد كورلس بطريقة أو أخرى، حتى لو طنش ذول الاثنين وراح تكه في الدريفت مارك مصير الحرب توصل له. وراح مباشرة وفي مشهد جدا جميل وأعلن انضمامه لرينيرا وقدم لها الدعم البحري كامل، وقال لها برضو إنه حتى جزر الأعتاب هذه المرة تمت السيطرة عليها بالشكل الصحيح، وما راح يسمح لأي أحد إنه يعيث فيها فسادا، ولا راح يخلي القراصنة يتجمعوا فيها بعد كذا. رينيرا أعجبت جدا بكلام اللورد كورلس وموالاته لها ولخطتها، وفي نفس الوقت الأميرة رينيرا قالت كلام برضو مرة 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 مهم، وهي إنه خطتها إنها تحافظ على السلام والاستقرار قدر الإمكان، ولو في حرب بتحصل ما راح تكون هي اللي بدأتها. أوكي الملكة رينيرا مستعدة للحرب، بس ما راح تكون هي اللي تشعل فتيل الحرب هذا. إن حصل السلام الخير وأهله، ولكن إن أرادوا الحرب واضطرينا نحارب فراح نحارب وأمرنا لله. وأضاف لها كلام برضو جدا مهم اللورد كورلس، وقال إنه بحكم إننا الآن مسيطرين على جزر الأعتاب بشكل كامل، وبحكم إنه جزر الأعتاب تعتبر ممر رئيسي وتجاري للسفن التجارية واللي تزود كينجز لاندينج بالمؤونات، راح نقطع عن كينجز لاندينج المؤونة ونمنع السفن من إنها توصل لهم أو تجي من عندهم. عن طريق إيش؟ عن طريق سيطرتنا على جزر الأعتاب. خطة ممتازة وسياسة جدا رهيبة من أفعى البحر اللورد كورلس، راح تؤثر بشكل جدا جدا كبير على كينجز لاندينج، ولكن في المدى البعيد مستحيل يبان أثرها في يوم وليلة، لا لازم يظل البحر هذا مقفل كذا فترة طويلة إلين كينجز لاندينج تبدأ تلاحظ إنه في مشكلة. وبشكل تدريجي كينجز لاندينج راح تضطر إنها تخضع وتستسلم لرينيرا إذا فعلا قفلت البحر عليهم وقطعت عنهم السفن التجارية والمؤن وغيرها. حرفيا يا جماعة خطة اللورد كورلس راح تقتل الخضر وكينجز لاندينج وكل من يواليهم ببطء شديد، حتى لو طالعوا في الخريطة خلاص بعد جزر الأعتاب وسيطرتهم عليها البحر بنسبة كبيرة صار تحت سيطرة رينيرا. كلام جوته كلام. خلاص الآن خطة السلام جاهزة، وإن كانت ما هي خطة سلام 100% بل أشبه بحرب باردة، ولكن خلاص ما يحتاج إنه رينيرا تشعل فتيل الحرب. البحر قفلنا وسيطرنا عليه بنسبة كبيرة، السماء ملكنا وملك تنانيننا بحكم إنه عندنا تنانين عددها أكبر من تنانين الخضر، الباقي لنا الآن إيش؟ إننا نتأكد من ولاء بعض العائلات ونضمهم لنا. طيب إيش حتسوي يا رينيرا؟ إيش حتسوي يا تعيسة يا باغية للسلام؟ أرسل عيالي جيسيرس ولوسيرس وكمراسيل سلام فقط. فمراسيل سلام شوفوا يا ويل أمكم أحد يطلع سيفه، أنتوا مراسيل سلام احلفوا بالكتاب قدامي. آخ يا رينيرا أي جرم ارتكبتيه بحق عيالك إيش سويتي؟ عموما جيسيرس يروح لوينترفيل، اشتقنا لوينترفيل صراحة، ومعاه رسالة لللورد كراغن ستارك بحيث تتأكد رينيرا إنه في صفها وموالي لها. ولو وافق اللورد كراغن ستارك وأبدأ اهتمامه وولاؤه لرينيرا إيش اللي راح يصير؟ بكذا نكون سيطرنا على جزء كويس من الشمال. أما لوسيرس راح يطير للستورم إندز ويوصل رسالة لللورد بورس براثيون. كسر خاطري يا لوسيرس، الرسالة هذيك اللي بيوصلها لللورد براثيون بحيث برضو يتأكد انه موالي للملكة رينيرا وفي صفها. وفي حال انه اللورد بورس براثيون اثبت ولاؤه وابدأ اهتمامه بالملكة رينيرا كوريثة وكملكة حقيقية، بكذا نكون سيطرنا برضو على جزء مهم في الجنوب. الشمال اوكي
الجنوب اوكي، البحر اوكي. طيب لحظة، ايش فحوى الرسائل هذه بالضبط؟ ايش مكتوب فيها؟ نزوج عيالنا من بناتكم ونقوي روابط العوائل؟ لا. بنعطيكم قلاع وذهب ونزودكم بجيوش؟ برضو لا. حدفوا لنا بيض تنانين شيء؟ برضو لا. اجل ايش مكتوب في الرسائل؟ هات البقعة. هي اسمع ايش كتبت رينيرا في الرسائل علشان تعرف انها ضعيفة الله زي ابوها، كان يحتاج لها خبط على راسها عشان تصحى. كاتبة رينيرا في الرسالة: انا اذكركم بالقسم الذي قسمتموه والركوع الذي ركعتوه لي أمام الملك فيسيريس كوريثة للعرش الحديدي، ولو رفضت الانصياع راح يصير لكم شيء ما هو طيب، تفهمون؟ لا صراحة أهني أمك يا رينيرا، أهني أمك يا رينيرا. إيموند سبقكم هناك وتزوج واحدة من بنات اللورد براثيون، الآدم يضمهم في صفه بأفضل طريقة سياسية، وانت راح تهدديهم؟ يا فرحة أمك بيك، يا فرحة إيما وفيسيريس في قبورهم فيك. يا ليت ديمون بس نتف راس اوتو هاي تاور واشعل فتيل الحرب من وقتها وخلصنا بدل ام المسخره اللي صارت في السماء بين ايموند والمسكين لوسيرس. اخ بس اخ. اول حاجه يا جماعه خلونا ما ننكر انه مشهد ايموند ولوسيرس على ظهور تنانينهم كان مشهد يحبس الانفاس ومرعب بشكل ما هو طبيعي، امطار وبرق ورعود وغيوم وتنين كبير وتنين صغير، مشهد مرعب. وضح لنا هذا المشهد الفرق بين حجم تنين لوسيرس الصغير اللي توه قاعد يكبر والتنين العملاق فيغار، يا ساتر قلعه في السماء. فرق السماء عن الارض بين احجام التنانين، نتكلم عن سمكه امام حوت، نتكلم عن قارب أمام سفينة، نتكلم عن كوخ أمام قلعة، فرق شاسع ولحظات مرعبة عاشها المسكين لوسيرس قبل يتم التهامه بواسطة التنين فيغار. اللي فهمناه عموما في هذا المشهد إنه لوسيرس إيش؟ فقد السيطرة على تنينه، تنينه أطلق النيران كذا من كيسه، أوكي؟ واللي فهمناه كمان إنه إيموند برضو فقد السيطرة على فيغار. أنا كان ودي أفتكر تنين لوسيرس بس خلاص راح لحم مفروم وغذاء للسمك، أفتكره ليه؟ بس عندي ملاحظة للأمانة وأشوف إنها كتابة غبية تافهة جدا. الآن إيموند يقول للوسيرس: أخذت عيني؟ هيا تعال أنا باخذ عينك كمان وأوديها لأمي هدية، بالرغم من إنه إيش قال زمان؟ قال لأمه: خلاص يا ماما هدي اللعب، إنها مقايضة عادلة، أخذوا عيني وأعطوني تنين، وين العدل في الموضوع الحين يا روح أمك؟ وأنت جاي تاخذ عين مرسول السلام الغلبان هذا؟ حلو. ثاني حاجة، لحقت وراه في السماء بتنينك ليش؟ تبى تاخذ عينه في السماء؟ مستحيل. طيب يا حيوان يا إيموند، بالمناسبة عينه هذيك اللي كان فيها زمردة مدري ياقوتة شيء مرة رهيبة، ماني عارف ليش مغطيها. عموما يا حيوان يا إيموند، يوم إنك عارف إنه ما عندك سيطرة كافية على فيغار، لحقت ورا لوسيرس ليش؟ حلو. إذا ما لحقته علشان تاخذ عينه ولا كان لك نية انك تقتله، قل لي ليش لحقت وراه؟ علشان تخوفه. اوكي، عندك سيطرة كاملة على فيغار يعني علشان تخوفه وترجع؟ لا. طيب يوم فيغار اكل لوسيرس هو وتنينه، ليش اعطيتها وضعية اوه نو اما ايش فيه؟ تسوق امه انت ولا كيف؟ يا عمي انا اقول لكم ليش قهرني ذا المشهد؟ لو قتل ايموند لوسيرس وخان العهد وطز في ام الكلام اللي قاله في الماضي وفقدت عينا وكسبت تنينا، والله لكان افضل، لكان عرفنا قد ايش هذا الادم مريض ومختل بدل ام الدراما الرخيصه اللي صارت في السماء. يعني الان فيه الف طريقه وطريقه لاشعال الحرب، اخترتوا انه الحرب الكبيره هذه واللي المسلسل كله قاعد يبنيها اخترتوا انها تبدا بالغلط؟ بالغلط يا شيخ. معليش يا جماعة بس هذا أكبر عيب وأكبر سلبية في حلقة اليوم وفي المسلسل كله. أنا على حد بحثي المتواضع سمعت إنهم يقولون في الرواية كان مكتوب كالآتي: الليلة هذه كانت ليلة سوداء كقلب إيموند، وبعدها إيموند قتل لوسيرس وهو متعمد إنه يقتله. السؤال الحين ليش التحريف الأهبل واللي مال أم لزمة؟ أنا مش من قراء الرواية بس لما شفت الفرق يقلع أم القهر. إذا أنت يا كاتب، أنا ماني عارف مين اللي كتب دي الحلقة بالتحديد، ما ادري اذا هم نفس الكتاب ولا قاعدين يتغيروا بين فتره وفتره، بس اذا انت يا كاتب يا سبك ما قدرت تخرج بافكار مشابهه او افكار افضل من الروايه، اقتبس الحدث مثل ما هو، ما راح يغير شيء، بالعكس بيصير افخم. اوه الحرب بدات لانه ايموند قتل لوسيرس بالغلط، مو احلى منها انه ايموند قتل لوسيرس كذا عناد وقله حياه وبدات الحرب. اخ يا جماعه والله ماني مقهور الا على لوسيرس المسكين، طول ما هو طاير في السماء والغيوم والمطر والهواء جالس يلعب بتنينه وانا قلبي على صدري، يا الله انك تعينه
وتساعده، واخر شيء يموت بالغلط. لا احنا اللي حقدنا على ايموند، ولا احنا اللي قدرنا نحزن بالشكل الصحيح على لوسيريس. اوه مات بالغلط، يلا عتنتقلعكم يا شيخ. عاد انا ماني عارف صراحه، جلست اقرا في تويتر في ناس يقولوا اصبر يا اخي احنا ما شفنا لوسيريس وهو ميت، شفنا التنين يتقطع الى اوصال، بس لوسيريس طاح في البحر يمكن عايش. كيف عايش؟ قاعد متكي في مقهى سبونج بوب، اكيد ميت بنسبه كبيره ميت. سيبوا امنا من الامل الزائف ذا. انا ماني عارف كيف وصل خبر موت لوسيريس لديمون، وديمون على طول راح ونقل الخبر لرينيرا، ولكن بطريقة ما وصل الخبر، وقررت رينيرا انه الان خلاص السلام معاده حل، وشافت اخيرا الصورة الكبيرة اللي من بداية الحلقة وديمون جالس يقول لها شوفي الناس خانوكي، الناس بيقتلوكي يا بنت الحلال شوفي. لا لا خلاص الان رينيرا صارت شايفة الصورة الكبيرة، صارت عارف انه السلام ما هو حل. صح النوم يا حجة، صح النوم يا كوين، صح النوم. قلنا لك الحرب جاية لا محالة، العالم خانوكي واغتصبوا حقك في العرش الحديدي، وانتي ما زلتي تبحثي عن السلام والاستسلام من دون حرب. اهو يعني تفضلي يا اختي رينيرا، ابنك ووريث الدريفت مارك عشق، هيا ألقمي يا الباحثة عن السلام، ألقمي يا حلم ايجون الغازي وأغنية الجليد والنار. يا لوسيريس أنا مقهور على لوسيريس يا أخي. أرجع وأكرر، ليتك يا ديمون قتلت أوتو هاي تاور وشبيت أم الحرب وقتها، والله لكان أفضل من الهبل اللي صار هذا. نكرر ونقول المخرج والكاتب عاوزين كده. عموما يا جماعة، بالرغم من اني كنت متوقع نهاية اقوى من كذا للموسم، الا انها للامانة تظل نهاية جدا ممتازة للموسم بغض النظر عن فتيل الحرب اللي اشتعل بالخطأ. ويب الله يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة، ما ادري كم مدة الحلقة بتطلع بعد المونتاج، بس اتوقع انها بتكون اطول حلقة في سلسلة مراجعة الموسم الاول من هاوس اوف ذا دراجون. وبشكل عام يا جماعة اضغطوا لايك على الفيديو لو عجبكم، لانه مرة مهم. حاول انك ما تطلع من الفيديو الا وانت ضاغط على زر اللايك، لانه مثل ما قلت لكم هو دعم جدا ممتاز للقناة. وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انستغرام، تويتش، ديسكورد، كلها موجودة في صندوق الوصف. ونشوفكم بإذن الله في الموسم القادم سنة 2024. لحظة، مش معناته اني بسحب على القناة، القناة فيها محتوى ثاني. ما عليكم، خليكم قريبين دائما وفعلوا جرس التنبيهات، بس معناته انه راح نشوفكم في مراجعة آل التنين في سنة 2024 إن الله أعطانا عمر. يعطيكم العافية يا جماعة مرة ثانية، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم. يا لوسيريس. يا لوسيريس.